جين فوندا أيقونة سينمائية ضخمة جداً، عملت أكتر من 50 فيلم وكسبت جايزة الأوسكارز مرتين مش مرة واحدة. ملكة الموضة واللياقة والسينما، جين فوندا عمرها الفني أكتر من 60 سنة، ولحد دلوقتي بتعمل أعمال جامدة جداً. جربت السينما والتلفزيون والفيديوهات والسوشيال ميديا، ودلوقتي هي عندها 82 سنة ونجحت نجاح رهيب جداً كمان على منصات الديجيتال. جين فوندا من مواليد مدينة نيويورك، وطبعاً مدينة زي دي أثرت فيها فنياً وأثرت في الستايل بتاعها كمان وفي تكوينها للبراند اللي عملته لنفسها. الناس دايماً بتتكلم عن لياقة جين فوندا، ومش بس موهبتها الفنية، عشان هي مختلفة جداً عن فنانات جيلها في التوعية عن الصحة واللياقة كمان. جين فوندا عملت كتب في الثمانينات عن أهمية الرياضة، وبعد النجاح الرهيب للكتب دي أقنعها المنتجين إن هي تعمل شريط فيديو عن اللياقة البدنية، ونجح نجاح كبير جداً. ومن ساعتها العبقرية جين فوندا اتحطت على خريطة الموضة الرياضية، وبراندز كتير جداً اتعاونوا معاها زي H&M مثلاً في حملتهم السنة دي اللي طلعت حلوة جداً. جين فوندا في العشر سنين اللي فاتت اتبنت قضايا كتير زي التوعية لمشاكل المناخ، وكمان قضايا عن استقلال المرأة والتوعية بحقوقها. قصة جين فوندا لازم تدرس في كورسات صناعة الموضة، الشياكة والستايل المنفرد والكاريزما كمان، كل دي حاجات مش سهلة، لكن جين فوندا كانت قدها وقدود.